حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد، تحدي جديد. تحدي شو؟ تحديات بالالعاب يعني. راح نسوي تحديات هلا، رايحين يا جماعه على مدينه الملاهي. الحمد لله فتحت هاي السنه، شفتوا هذا العيد اللي مضى ما قدرنا لا نروح ولا نطلع ولا شيء، فهلا دلونا على مدينه ملاهي صايره جوا الغابات، راح نسوي فيها تحديات حلوه كثير، فخليكم معنا. واذا عجبكم الفيديو وصلنا اياه 50,000 لايك. علي صوتك. 50,000 لايك. يلا مشاهده ممتعه. وهاي وصلنا على مدينه الملاهي، وهلا خذوا جنان وويع وصراخ. تعرفوا انتوا اكيد جايين على مدينه الملاهي. هاي هلا بدك تولول يزن؟ ما بطلع. يزن ما بيخاف. تخاف؟ ما بيخاف. امين. بتعرف مره لما هون انكسر سنين؟ ايه؟ ايه فهون ارتبنا نحن. يلا. يلا. ما بتخوف، انا ما بخاف. هاي جايز. متحمسة بس خايفة. بس صغيرة، توقعتها أكبر من هيك. هاي البحر يا جماعة. هاي 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 لعبتك يزن. لعبتي المفضلة. لعبتي المفضلة ليزن السيارات. هلا جاتك. شو الأخبار شاد؟ زحمة، بدنا ساعة للوصال. يزن. الزحمة والله. يا شباب أنا متحمس. حبايبي اذا من هلا بلشنا تصوير ما بنوصل، بدنا شي ساعه لحتى نوصل. لا يلا 10 دقائق. اوكي معنا الكروت بالالعاب الكبار. بسم بالله حسيت قلبي راح يوقف. اميرو يا شباب نحن بالسيارة، هلا بالسيارة نحن، هلا بدنا نعفس. مين يا زلمة الاسطورة؟ بدنا نعفس يا زلمة الاسطورة. وشهد هيك بصير فيه. شباب ما هلا رح نطلع بهذا الشيء الفضائي، رح نطلع فيه. صوتك كثير واطي. رح نطلع فيه هلا لهذا. هلا رح نجرب شباب نطلع بالصحن الفضائي هذا. عم يقول يزن خرج يتحمل هذا الشيء. انا بتحمل الحمد لله. ايزي بيبي يا عزيزي. ايزي؟ ايزي بيبي. امير. يا شباب انا خايفة. هاي راسك ممل. انا حذر وليش مترددة شوي لاني مرة طلعت سكين. Yeah.
طلعوني. ليش؟ لأنه هذيك ما طلعوا لأنه صغير. يلا هلا بطلعك بالثاني ماشي؟ طيب. بتجنن بالأول كنت خايفة. يلا على هديك هلا. يا حرام كمان يا زلمة ما خلوه يطلع. ليش؟ قالوا له لسن 16 شباب. حط بعد سنتين انا بقى راح اضل هون سنتين ان شاء الله. استنى سنتين؟ ايه. روح وقفهم. بعد سنتين بتحرك من الاول. راح يستنى هون سنتين يا زلمة بصير عمره 16 بيخلوه يركب هذا. بس انا راح اطلع هلا اشوف شلون الشوفير على شوفير الرالي. ما بتعرف مثلي؟ لا بعرف شو أنت. تصورني؟ ايه هات. يلا راح اطلع انا شباب. بابا فرجينا مهاراتك يلا. ما خلوني اركب فيها. قال لازم يكون عمرك 16. قلت لهم بدي استنى هون سنتين لحتى اركب فيها. بلا يلا بابا الاول عليها وفصل حيخلص. بتنزل هون ورا المطار. المطار هون. والله يا بابا عن جد انك شفت ما شاء الله. يا جماعة هاي اللعبة خطيرة. الله واو اكيد ما سمعت ولا كلمة ما سمعت غير واو وريب بدك دقيقتين لحتى تركز التوازن بسم بالله يا شباب ما بنصح اللي بيخاف لا يطلع فيها سكر لاني دخل شايفين حطونا بسجن هاي اخطر من هديك لسه شباب طلعوه
هاي هلا بدنا نصير راسنا لفوق اسمها المقص. الله يستر الله يستر. اشتغلت 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 دارت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. من جنبي طيارة. راح اراجع انا راح استفرد. بس نزلوني نزلوني نزلوني. لا ليش وقف؟